مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة شبوة بإمكانكم متابعة. بعد أن غيبته حرب الميليشيا الانقلابية عن الجمهور نحو عامين، عاد أثير إذاعة شبوة المنبر الإعلامي الرسمي الوحيد في المحافظة. وجاءت عودة بث الإذاعة بتوجيهات ودعم من قيادة السلطة المحلية، وذلك في إطار سعيها لإعادة تطبيع الحياة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة التي تعطلت منذ اندلاع الحرب. إذاعة شبوة إذاعة بتقدم رسائل هادفة ومنوعة، بتخاطب جميع شرائح المجتمع، بتخاطبهم بلغة تفهمها جميع المستمعين، بتقدم رسائل تربوية، رسائل صحية، رسائل تعليمية هادفة، بتخدم المجتمع الكل. نتمنى أن تكون هذه الإذاعة دائما مستمرة، وإعادة تشغيلها كان أمرا حتمي وضروري جدا للهدف السامي الذي بتقدمه لجميع المجتمع. تتنوع الرسالة الإعلامية التي تقدمها إذاعة شبوة لتأخذ الموضوعات التي تلامس واقع المواطنين وحياتهم اليومية حيزا أكبر خلال فترة البث، وخلف هذه الكواليس يحرص طاقم الإعداد على تقديم مادة إعلامية تلبي حاجة الجمهور رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه عملهم. أولا لدينا نقص كبير في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التسجيل الصوتي والسماعات المايكات، بالإضافة إلى لدينا أعطال فنية في جهاز المكسر، لدينا كذلك أعطال في قناة من قنوات الإف إم. ومن الصعوبات أيضا غياب الموازنة التشغيلية والمخصصات المالية من وزارة الإعلام، في حين تسعى الإذاعة إلى توسيع نطاق البث الذي كان في الفترة الماضية مقتصرا على مركز المحافظة وأجزاء من المديريات المجاورة لها. من أهم الإشكاليات اللي نواجهها نحن في إذاعة شبوة حاليا أنه لا يزال تغطيتها الإعلامية لمناطق محدودة في المحافظة، ونسعى جاهدين بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة يعني لتوسيع البث الإذاعي ليصل إلى كافة مناطق المحافظة. على الرغم من كل التحديات والمشاكل المادية والفنية التي تواجه إذاعة شبوة، إلا أنها عادت لجمهورها وأدى رسالتها الإعلامية. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.